ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف المحلل السياسي محمود الطاهر. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بك معنا في قناة الغد المشرق. في البداية، ما أهمية اجتماع ممثل الأمم المتحدة المقيم في اليمن ديفيد غريسلي مع وزير النقل حميد بشأن الإجراءات الفنية الخاصة بإعادة صيانة ناقلة النفط صافر؟ أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. أن يجتمع يعني هناك تطور ما نوعي يبدو بعد أن صنف مجلس القيادة الرئاسي ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية. يبدو أن الأمم المتحدة بدأت تتعامل مع الحكومة اليمنية بعد أن كانت تتجاوز كل العرف والدبلوماسية بالرغم أن والقوانين الأمم التابعة للأمم المتحدة بنفسها ذاتها كانت تتجاوز هذه القوانين، وكانت دائما ما تنسق مباشرة مع الميليشيات الحوثية فيما يخص المساعدات الغذائية أو فيما يخص السفينة صافر. ولذلك بعد أن تم تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، يبدو أن هناك تحولا ما، يريد أن يأخذون نوعا من الإعلام أو من يعني علم الحكومة اليمنية بالخطط التي قد تقوم بها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في صيانة السفينة صافر. لكن ما هو مهم في ذلك هو أن تلتزم الأمم المتحدة والميليشيات الحوثية بالخطة التي أعلنت في سبتمبر الماضي أنها تلقت التمويل الكافي وأنها ستبدأ من بداية الشهر القادم، يفترض من هذا الشهر الذي نحن فيه، لكنها أجلت ذلك وبدأت تعلن بأنه في بداية العام القادم، ما يشكل علامات استفهام كثيرة. هل هناك مثلا تعامل أو علاقة توافقية بين الميليشيات الحوثية في المتعنتة في 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 البدء بعملية صيانة صافر والأمم المتحدة تتستر عليها أم ماذا؟ هناك تفاصيل لا بد على الحكومة اليمنية أن تبحث ورائها، بالأسباب التي جعلت الأمم المتحدة تؤجل شهرين إضافيين لبدء عملية إنقاذ السفينة صافر. طيب، هل هو العمل هو تعمد حوثي أم هناك تمديد بهدف ابتزاز أكثر للمجتمع الدولي للحصول على تمويل إضافي؟ طيب، في منتصف الأسبوع القادم أستاذ محمود سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا دوريا بشأن اليمن، وسيكون هناك إحاطة للمبعوث الأممي هانس جروتبيرغ. يعني هل تتوقع شيئا على صعيد تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن برأيك؟ طبعا هذا الاجتماع يأتي مع معلومات دقيقة تقول بأن الميليشيات الحوثية لديها مخططات تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وهذا يأتي بالتزامن مع إعلان ناطق القوات الحكومية اليمنية بأن الحوثي أجرى تجربة صاروخية مضادة للسفن من صنعاء. يعني كان وفي نفس الإطار يأتي بالتزامن مع فشل المبعوث الأممي في إقناع الميليشيات الحوثية بالتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية. الاجتماع هذا يعتبر اجتماعا روتينيا، لا ما لم يكون هناك وضع الحروف النقاط على الحروف واتهام الجهات المعطلة لتمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن. لن يكون هناك جديدا ما لم يكون هناك ضغوطا كبيرة على الميليشيات الحوثية للالتزام بالقوانين الدولية. أشكرك أستاذ محمود الطاهر المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.